بحكي لساني ما عم يقدر يشرح الوجع اللي حسيت فيه لما عرفت بمرض جهانجير. مريوم كيف؟ خلاص كأنه الدنيا انهدت فوق راسي. يعني معقول سلطان العالم يجي ابنه بهيك مرض؟ شو هالذنب الكبير اللي عملته لحتى تكون هيك عقوبتك؟ ما حكيت لي هيك شي من قبل. كيف بدك يعني احكي يا ويام؟ من وقت خلق جهانجير وانا مقهور. قلت مستحيل يصير هيك بابنه لسلطان العالم. ما قدرت اتقبل. طول هالسنين يا ويام وانا عم حاول اعالجه من هذا المرض. OSN Useful Tips. Record entire series at the touch of a button on your OSN Showbox HD. معنك